ما عندوش أفق بالنسبة له، هو مش عارف شنو يعمل، خاصة أمام ضغط الفاعل الدولي. وانت أشرت لي بيان السبعة الكبرى، وأيضا حتى موقف الإدارة الأمريكية، موقف الإقليمي، الجزائر وليبيا، موقف عديد الدول الرافضة ولا المطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري وتعيين رئيس حكومة، تعيين حكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات وقادرة باش تكون المفاوض مع هذه الدول الشريكة. هو بالتأكيد تم حالة التخبط هذية وحالة حيرة، حالة ارتباك بالنسبة لرئيس الجمهورية. وأنا نفهم أو نلحظ هالارتباك كذا في المقابلات نتاعه اللي وقت مع الوفود الأجنبية اللي استقبلها، مثلا ناخذ جوز آخر استقبالات مقابل وقت مع الوفد تاع الكونغرس الأمريكي ومع وزير الخارجية متاع اليونان. انت رئيس جمهورية وتحكي على السيادة الوطنية والسيادة الوطنية والخونة وبيهم وتسب في الناس الكل وتمارس في خطاب فهمتني عنيف، اللي هو فني قاعد ينعكس عنف على الخطاب في المستويات الأدنى وفي شبكات التواصل فهمتني الاجتماعي فهمتني وكذا. يعني انت كيف تسب تقول قد هكا في حالة الباب اللي تحت منك فهمتني باش يقولوا فهمتني قد هكا وينتهكوا الأعراض إلى آخره. باهي، وقت تتحدث على السيادة الوطنية ومن بعد تجي مع وفود أجنبية وتبدا تحكي معاهم وتفسر لهم في موقفك بالتابت بالباء والتاء، يقولون اني انا راني انقلبت وانا راني فني ما انقلبتش وهاو الوضع وهاو واش عملوا في البرلمان وهاو واش عملوا فني في كذا. يا اخي واحده فني من سنين، يا اما انك انت تعتبر انه عندك سياده وطنيه وعندك فني برنامج وطني تحب فني باش تقدمه، وبالتالي انت فدي ماكش مطالب باش تفسر لحتى حد وماكش مطالب باش معناها تبرر لحتى حد. التفسير الوحيد تقدمه لشعبك يا توانسه انا هاو البرنامج بتاعي ونحن فني معاك. هالبرلمان فشل، هالبرلمان فشل، الوضع الاقتصادي متأزم متأزم، مافيات هي اللي تحكم بسيطرة على البلاد، مافيات تحكم بسيطرة على البلاد. التشخيص متفقين فيه زياد، دولة ضعيفة، دولة متفقين فيه، لكن هل قدم رئيس الدولة حلول معناها أعطيني شنو الحل بتاعك؟ أنا راهو حلي كذا كذا، واحد اثنين ثلاثة فني أربعة فني في التوقف. وأنت تتصور رئيس الجمهورية عنده هالحلول هذايا، هو عنده مستشارين ولا عنده عباد قاعدين يبحثوا في هذا؟ لو كان جاء عنده حلول رئيس الجمهورية ما كناش نشوفوه في خلال استقبال الوفود الأجنبية انه يقعد يبرر لهم في مشكله ازمه فني داخليه وانا راني مانيش مقلب وانا كذا وانا كذا وانا كذا، خطاب فني تبريري. وثم الناس اللي تلوم على اسامه الخليفي اللي في فيينا فهمتي مشى فهمتي يتكلم على الملف التونسي والبرلمان التونسي، نقول لهم لوموا على الجمهوريه. ولا هو وحده عنده الحق فهمتي باش الاجانب يبرر لهم الموقف فهمتي بتاعه والاخرين ما عندهمش الحق يدافعوا على موقفهم؟ قطع نظر تتفق معاه ولا تختلف معاه، المساله مساله مبدا. دونك انا القناعه نتاعي ان رئيس الجمهوريه ما عنده حتى في برنامج، عنده فكره فهمتي في هاجسه، متصور انه هو باش يجمع السلطات باش يعمل اللي يحب، من ضمن اللي باش يعمل اللي يحب باش يطبق البرنامج السياسي اللي يحب عليه وباش يعمل التغييرات الدستوريه اللي يحب عليها. جات الرساله من عند العارف الكبير كيف قال سي الباجي الله يرحمه فهمتي فهمتي وينعمه، اركح راهو حاجتنا بعوده المسار دستوري ببرلمان منتخب مش بالبرلمان المنتخب. ما كلافوا الله من اللي هزتنا للهاويه في قرار بتاع 67 وفي قرار التقسيم، لا في قرار 67، لا قرار التقسيم، لا قرار 67، قرار العوده لل الاراضي ولا الاراضي المحتله، الاراضي المحتله في وكذا. دونك برلمان في منتخب، اصلاحات دستوريه وللقانون الانتخابي في اطار حوار، حوار مدمج. نعم، ومش اني انا كما قلت لك ربكم الاعلى فني باش نهبط لكم قانون حمورابي فهمتي نتاعي وما عليكم سوى السمع فني ولا 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 والطاعه، وستكونوا فهمتي ملزما بالتنفيذ.